كلها زيتون، ها النخل، النخل واللي هي اون فاس كاين جبال الاطلس. ابنائي بناتي، نرجع لكم كلكم تكونوا بخير على خير. هاني جبتكم اليوم معايا تشوفوا واحد الاقامات تابعين لاليانس دارنا، اقامات ولكن مشروع سياحي او ميم طون. شوفوا الدخله شحال زوينه، انا ما صورت لكمش من الاول. هي الدنيا كلها زيتون، ها النخل، النخل واللي هي اون فاس كاين جبال الاطلس. هاد الاقامة زوين، لا ثلج دابا هذاك لو كاين دن، هادوك جبال الاطلس الكبير عامرين ثلج وكاين دن جبل طبقات. جبال الاطلس، جبل طبقل، ها هو من هنا، ديري من هنا سلم. غنجي نشوف هاد الديور فين وصلوا، غادي يكونوا فيلات، غادي يكونوا هادو، غادي يكونوا دي زابارتومون، شقق، كاين شقق اقتصادية، ها هما. الفيلات هما هنا راهم صافي مجهزين، فايت لهم الضو الماء لي زي الواد الحار لي زيكو، هذا خاص غير البنيان ومحفظين. اللي ياخذ الارض، اللي ياخذ درك الارض هنا غير يحفظها في سميتو صافي، ويعطوه لوتوريزاسيون ديال البني. وهنا هادي غتكون منطقه سياحيه بحال واحد المنطقه كاينه في قريبة لسيدي يوسف بن علي، حتى هي ديال اليانس دارنا. اليانس دارنا معروفين بالجودة، كتر ديال مراكش. هما هنا كاين اللي كملوهم، كاين اللي باقي. هاو مكل الهيه اون فاس جبال الاطلس، لو كاين مدان وطبقال وهذا. شوفوا شحال، ودابا هاد لي زابارتمون على حساب اللي هادو اللي مقابلين مع جبال الاطلس، اللي مقابلين مع الثلج، كيكونوا زايدين في الثمن على اللي كيشوفوا في الجهه الاخرى. شوفوا على منظر ديال الثلج شحال زوين، واش شاكو تشوفوا ولا لا؟ من كل شرفاء. هاد البلاصة حنا في مراكش ما قلت لكمش، هانتوما الزيتون، كاين الفارم هنا، كاين هانتوما ها هما.
شحال زوينه، شوفوا الطريق كيف قالت، شوفوا النخل، ها هو النخل من هنا. وان فاس كاين اوتيل يدن اللي كاين ديك داك تبع له لي جو ديالهم لي جو. هنا كاين هاد الرون بوين، الا فتنا من هنا امزمز، الا فتنا من هنا مراكش، هيا مراكش منا، مراكش منا، ها هو البلاك والوطيل، ها هو ها الوطيل، هاد الوطيل اوتيل ايدن اندالوس. دابا حنا طالعين لمراكش. يا بنت السلطان انا خديم وانت صاحبك بشان، بيني وبينك بيبان زهرة دفلة في الكون قايمة، زينك شحال يبان مرا روح الدهب شبان، مسارك كله في وحب العطار ولباسك كل الوان، تبتيني بعنان فقري رسولي داك الزهر، كيف بلغك في مكان كله جندو جدران. يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا بر والإحسان، يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فينا بر والإحسان. ألا بأس أيلي ألا بأس ألا بأس الحب الله. مع السلامة أبنائي بناتي، فيديو آخر إن شاء الله، إلى اللقاء. شكرا على المشاهدة، ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب، وإلا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل ما هو جديد.